هو الموقف موقف إنساني أبوي، أي حد فينا ممكن يتعرض له. إحنا في مرة في ثانوية عامة، الطلبة بتفضل مطبقة طول الليل، وولي الأمر معاهم. أنا لما كتبت البوست كان المقصود رسالة لولي الأمر: أنت تعبان مع ابنك طول السنة، خليه ينام الساعتين هو، وأنت تفضل صاحي وما تروحش عليه نومة، لأن البيت كله راحت عليه نومة. أنا طبعا طبقا لتعليمات السيد الوزير، إن السيد رئيس اللجنة بيفتح الباب الساعة 8 وربع علشان الطلبة تقدر تكتب رقم الجلوس وتظليل البابل شيت وتظليل المقالي، فبتاخد وقت منهم، وبنبدأ نسلم الورق الساعة 9 إلا ربع، ورق البابل شيت وورق المقالي، ونديهم الورق البوكلت بتاع الإجابة في تمام الساعة 9. مكلف بمراقبة الدور، طلعت خدت الورق بتاعي اللي انا منوط بيه، سلمته للساده الملاحظين في اللجان. بعد مرور حوالي 10 دقائق، بعد ما لفيت على اللجان عشان اظبط الشغل، فوجئت ان في بنت، البنت ما جاتش، واللجنه اصلا البنت دي ما بتغيبش. فسالت عليها، فمحدش من زمايلها يعرف البنت فين. كل اللي يعرفوه ان هي كانت متواصله معاهم على الفيس لغايه الفجر، فقالوا لي ممكن تكون راحت عليها نومه. طبعا ممنوع دخول الموبايلات طبعا، فما فيش حد معاه موبايل. اللجنه في منطقه ريفيه، فالناس كلها عارفين بعض، وتقريبا معظم البيوت جنب المدرسه، يعني المسافه مش هتاخد بيت الطالبه جنب المدرسه، جنب المدرسه يعني، فمعظم البيوت بتاعت الطلبه جنب المدرسه، لانها منطقه صغيره ما تتعداش حوالي نص كيلو في بعض كده يعني. تواصلت مع السيد رئيس اللجنه الاستاذ ايهاب ابراهيم، حد برضو انسان، وده لازم نوجه ليه الشكر، الاستاذ ايهاب ابراهيم رئيس اللجنه واستاذ المراقب الاول. قلت لهم احنا لسه عندنا وقت قانوني 10 دقائق، ممكن نسال البنت دي من عيله كذا. توجهت مع احد العمال الاستاذ ايهاب رئيس اللجنه، تواصل مع الاستاذ دكتور مروان غراب، رئيس اللي هو مدير عام اداره منشاه القناطر، وتم التواصل للبنت، والبنت جت ودخلت اللجنه. طبعا الملاحظين معايا في اللجنه برضو بداوا يهدوا من روعه، لان البنت اول ما دخلت اللجنه بدات تبكي، فاصحابها فرحوا لما شافوها، قالوا لها الامتحان سهل. قعدت البنت، بدانا نهديها ان شاء الله تحلي. خلص الامر على كده، استلمت الورق بتاعي وبدات اسلمه لاعضاء الكنترول بعد المراجعة. وطبعا عايز اقول ان توجيهات سيد الوزير لينا كمعلمين، ان احنا بنتعامل مع الطلبة كأولياء امور، يتعامل ان ابنك ده هو الطالب بتاعك، هو ابنك.